بأننا بنتكلم عن منتخبنا الوطني، معانا أستاذ محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة. أستاذ محمد مساء الفل، ألف مليون مليون مبروك. الله يبارك فيك يا أستاذ مينا، ألف مبروك لينا كلنا الحمد لله، وتتويج محترم لمنتخب مصر ومستحق الحقيقة، أداء ونتيجة وإن شاء الله كده يكلل بإذن الله يوم الجمعة بالفوز والصعود إن شاء الله دول أربعة، وهم يستحقوا ده الحقيقة يعني. إن شاء الله. واستكمال الحقيقة أستاذ مينا للبعثة كلها، والله أنا شايف إن يعني البعثة الحمد لله ماشية بشكل كويس، سواء الميدالية بتاعت السلاح يعني كان زياد كان قريب في التجديف الدنيا، يعني في حاجات كتير الحمد لله ينقصنا يعني فيها إن شاء الله بإذن الله، بس الدعم الجمهوري يكون متواصل ودائم لكل أبطالنا. وده اللي انا عايز اجي اتكلم فيه مع حضرتك، ولكن انا المكالمه دي هتطول شويه اعذرني، ولكن عايزين نتكلم من البدايه. من البدايه مباراه النهارده يمكن كانت يعني تحس منتخبنا بيصالح الجمهور، منتخبنا بيقول اللي حصل المباراه اللي فاتت واللي قبلها بالتدريج المستوى بيعلى، منتخب كله من اكبر لاعب لاصغر لاعب رجاله في مباراه النهارده، شفت مباراه النهارده ازاي والرسائل اللي قلتوها للاعبين بعد المباراه؟ شوف معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي كان متواجد الحقيقه قبل المباراه وبعدها ومؤازره كامله، النهارده كان في اتصال من دوله رئيس مجلس الوزراء لتهنئه البعثه المصريه بالنتائج كلها وطبعا المنتخب المصري. لكن الحقيقه عايز اقول لك يعني هو منتخب مصر يمكن احنا كنا شايفين كده من الفتره اللي فاتت كده واعداده، والمدير الفني بصراحه اللي هو على مستوى محترم جدا طبعا من الـ يعني المعرفه وال وكل التفاصيل الخاصة بالفرق، واخد ذهب قبل كده في الأولمبياد مع البرازيل يعني أكيد مع البرازيل طبعا، إضافة لوجود اثنين من كباتن يعني منتخب مصر زيزو وكاب طبعا كابتن المني، عاملين توازن كبير جدا مع اللعيبة. أنا بنقل لك هنا نبض البعثة نفسها هناك يعني وجود زيزو مع وجود الكابتن محمد المني عاملين توازن كبير جدا مع اللعيبة ومتداخلين معاهم جدا وعاملين فرق كبير مع المنتخب المصري. إضافة إلى الحقيقة إن الجيل ده من اللعيبة بيبشر كده بقى يعني وبيبشرنا إن شاء الله بمنتخب مصر كبير الله. إن شاء الله يكون على مستوى كبير جدا ويطمنا على منتخب مصر الفترة اللي جاية بإذن الله. بإذن الله يمكن اتفضل يا فندم. اللي عايز أقول لك إن اللعيبة نفسها بقى يعني ده من البعثة هناك يعني اللعيبة عندها إصرار وعزيمة كبيرة جدا إن هم يفرحوا الشعب المصري مش بالفوز على إسبانيا ولا الصعود أول المجموعة. صح. يعني مفاجأة الحمد لله كبيرة جدا يستاهلها منتخب مصر، لكن إن شاء الله بإذن الله هم عندهم يعني إصرار كبير جدا إن هم يكملوا إن شاء الله المشوار ويحققوا لنا ميدالية. ووعد وزير الشباب كده الدكتور أشرف النهارده في لقائه بعد المباراة إن شاء الله إن احنا مكملين وعايزين نسعد الشعب المصري وكل البعثة بإذن الله تعالى. إن شاء الله. أنا عايز أطمنك إن البعثة كلها الحمد لله ماشية بشكل كويس جدا ومتزن جدا. والفترة الجاية إن شاء الله يكون في نتائج كده ترضي الجماهير المصرية، بس الحقيقة يعني زي أنت بتقول كده محتاجين دعم الجماهير دايما، لأن أولادنا دايما مطلعين على الدعم الجمهور ده وعلى المؤازرة الخاصة من هنا من الشعب المصري من كل أفراد البعثة المصرية منتظرين الدعم ده بشكل كبير جدا. طيب يمكن اللي حضرتك بتقوله بيعكس حاجات كتير قوي، بيعكس ان منتخبنا الوطني ما سافرش عشان يؤدي اداء مشرف، وكلام حضرتك بيقول كده. ويمكن انا امبارح في الهواء قبل مباراه اسبانيا كنت بتكلم وبقول جماعه احنا رايحين مباراه اسبانيا عفوا رايحين مباراه اسبانيا رايحين نكسب المباراه ونصعد اول للمجموعه لان احنا نستحق ده. طموح حضراتكم وطموح المنتخب بالتاكيد مش بس انه ميداليه، بالتاكيد على عينيهم على الذهب، احنا مش اقل من اي منتخب، اللعيبه وصل لها ده وطبعا حضراتكم بتقولوا الكلام ده. ده حقيقه يا استاذ مين، انا عايز اقول لك ان يعني قبل البعثه ما تسافر فرنسا خالص بس منتخب مصر ينضج خلال تدريباتهم هنا ولقاءاتهم مع الوزير ولقاءاتهم مع كل المسؤولين الحقيقه بياكدوا ان احنا رايحين نعمل حاجه لمصر، رايحين نجيب ميداليه للدوله المصريه. النهارده قبل المباراه بتاعت منتخب مصر لو شفت تصريحات المدير الفني هو لا مش بيتكلم ان انا رايح ادي بشكل كويس، انا رايح افوز واعمل نتائج طيبه ويبقى شكلي كمان في المباراه كويس. صحيح. المنتخب الحقيقه وده الميزه الكبيره اللي موجوده، انت مش بتادي مباراه قدام منتخب كبير يعني منتخب اسبانيا. مش بتأدي مباراة عشان تخرج بأفضل نتيجة ممكنة، لا أنت ند كبير جدا طول المباراة ومسيطر بشكل كبير جدا على كل تفاصيل المباراة وقادر إن أنت تتحكم في كتير من وقت ال 90 دقيقة في رتم المباراة نفسها. فلا النهاردة بنتفرج على منتخب كبير، منتخب يستحق إن شاء الله بإذن الله إنه يتوج بميدالية أولمبية بإذن الله، والطريق بتاعنا يعني مش عايز أقول لك إنه طريق سهل، طريق صعب طبعا في البطولة، لكن ان شاء الله باذن الله نقدر يعني نقدر منتخبنا يقدر يكمل ويحقق ميداليه ان شاء الله لمصر باذن الله تعالى. ان شاء الله باذن الله، وهبارك لحضرتك ان شاء الله لما نحقق الذهب باذن الله. كلمني عن برونزيه محمد السيد في لعبه سلاح
الشيش، اللعيب البطل الطموح الناجح اللي بيبص، وكان ليه فيديو مؤثر جدا على السوشيال ميديا وقال انا بعد 4 سنين من النهارده هتلاقوني مكان الناس دي، هي مساله وقت. طبعا ده التحقيق العلمي بقى يا استاذ مين. انا عايز اقول لحضرتك ان يعني المنظومه الرياضيه المصريه عموما، احنا مش بس يعني عندنا، وده اعلناه الحقيقه في اكتر من مؤتمر صحفي قبل البعثه ما تسافر وقبل اولمبياد باريس باكتر من شهر، يعني ان احنا عندنا بعض الاتحادات اللي ان شاء الله باذن الله عارفين ان هم قادرين يجيبوا ميداليات. يعني عايز اقول لك انا من خلال حضرتك لا بنهني زياد السيسي وبنقول له ان انت لا بطل وكنت قادر جدا على بعد خطوه واحده من ميدالية اولمبيه فضه او ذهب، لكن يعني هو في النهايه هي توفيق وهي رياضه، يعني في النهايه حتى لو انت مصنف اول او كذا وارد جدا ان يحصل اضطرابات في الرياضه، لكن من الاتحادات الواعده جدا عندنا اللي بتلقى متابعه ودعم كبير جدا من الدوله الاتحاد المصري للسلاح. صحيح. عندنا لاعيبه كبيره جدا صغيره في السن في السلاح، مش بس محمد السيد، محمد السيد طبعا بطل وحقق انجاز كبير جدا لمصر، لكن في لاعيبه كتيره جدا من اللاعيبه الصغيره اللي احنا بننتظر لهم ان هم يحققوا ميداليات في 2028. خلي بالك لو اقول لك على حاجه، ده اعلناها الحقيقه في مؤتمر صحفي، احنا اكثر من 70% من 70 ل 75% دي ارقام الحقيقه وفقا للجنه العلميه بتاعت الوزاره، من لاعبتنا المشاركين السنه دي انت بتشارك عشان خاطر لاعب هتقدر تخليه بطل اولمبي ياخد ميداليه في 2028. انت غيرت تقريبا بنسبه 70 75% من قوام البعثه الاولمبيه المصريه. و20 ل 25% من البعثه هم ابطال بالفعل وبينافسوا على ميداليات، لكن في 70 او 75% انت قادر ان انت تنافس النهارده وتاكد انك تاخد ميداليه في 2028. ودي الحقيقه ارقام علميه بالفعل مش شغالين عليها، عارفين ده من بطولات العالم، من بطولات قاريه، من منافسات مختلفه قبل الاولمبياد حتى. فاحنا ان شاء الله مش بس متوقعين ان احنا في باريس نقدر نحقق ميداليات، لا احنا عارفين ان احنا في 2028 في لوس انجلوس ان عندنا على الاقل الابطال مش داخله تنافس على ميداليات، داخله تاخد ميداليات باذن الله تعالى، ودي وفقا لارقام علميه موجوده بالفعل. كل ابطالنا اللي موجودين دلوقتي هم اعمارهم الحمد لله صغيره جدا في مختلف الاتحادات، وبندخل اتحادات جديده كمان يا استاذ مين. يعني اتحاد السلاح ما كانش موجود بالصوره قوي بشكل كبير في الفترات اللي لا فيه. وداخل بتقله، داخل بقوه، يعني ما فيش لاعب داخل يهزر، كله داخل حتى لو صغير في السن انا داخل انافس، بيعدي دور 32 دور ال 16 وبيحاول يحط نفسه وسط الثمانيه الكبار، ولكن بيحالفوا الحظ يعني. لا انت النهارده اتحاد السلاح المصري يعني انت قادر تقول ان اللعبه المصريه نفسها، ان اللاعبين المصريين نفسهم الابطال المصريين في لعبه السلاح قادرين الفتره المقبله ان هم يكونوا من الثلاثه الكبار على مستوى العالم، انك تبقى نمره واحد على مستوى العالم، بتدخل السلاح. والحقيقه هي هنا في منهجيه شغال عليها الاتحادات مع الوزاره مع اللجنه الاولمبيه، ان انت قادر تخلي في تصنيف للعيبه بتاعتك بشكل مستمر بدعم متواصل، سواء دعم مالي او لوجستي او فني او الاجهزه اللي محتاجينها او كل تدريباتهم ومعسكراتهم او العمليات الطبيه كامله والاشراف الكامل الطبي على لاعبتنا، انك تاخد بعض الاتحادات المصريه او اللعبات المصريه وتطلعها للتصنيف الاول. الاتحاد المصري للسلاح الحقيقه من هذه الاتحادات، اتحاد بيشتغل بشكل منظم جدا، بيستفيد جدا من كل الفرص اللي متاحه ليه كدعم من الدوله، سواء معسكرات داخليه او خارجيه او دعم مباشر مالي للاتحاد او غيره، ويقدر يحقق ويبني ابطال ويبني جيل من الابطال قادر انه ينافس مش بس في الاولمبياد لكن كمان في بطولات العالم اللي جايه ان شاء الله لحد اولمبياد لوس انجلوس 2028. ويمكن اخر حاجه عايز انهي مع حضرتك بيها المكالمه، حضرتك قلت انه 25% من البعثه ابطال ورايحين ينافسوا على ميداليات، والباقي لسه بنعدهم وهم ابطال لسه، مش عايز اقول ناشئين ولسه صغيرين في السن، ان شاء الله الاولمبيات الجايه ياخدوا ذهب كلهم ان شاء الله. دي شاء الله رساله واضحه لكل من انتقد، يمكن حضرتك اكيد عارف على السوشيال ميديا ناس قليله جدا ولكن بينتقدوا، يقول لك ايه ده راح يعمل ايه، طب ليه ما جابش ميداليه، طب مع حضرتك ده بطل اولمبي، ده رايح يشارك في دوره الالعاب الاولمبيه اكبر بطوله في العالم للالعاب الفرديه والجماعيه، فرد حضرتك ايه ولازم نوجه ليهم رساله. شوف انا عايز اقول لحضرتك حاجه. اتفضل يا فندم. مهم قوي قوي ان احنا كمان كجماهير مصريه، وانا هنا بكلم نفسي وبكلم الجماهير نفسها طبعا، يعني فخور جدا ان احنا كجماهير مصريه بدانا نتابع الالعاب الفرديه ونبدا نعرف لعبه السلاح ولعبه التجديف والتايكوندو والجودو ورفع الاثقال ونعرف تفاصيل عنها كمان، وبتتلعب ازاي واللي بيفوز بيعمل ازاي. لكن الاهم وده كويس طبعا، خطوه كويسه جدا، كنا بنتكلم
فيما سبق يا استاذ مينا في العاب شهيده محدش يسمع خالص على الموضوع، مش عارف ان في لعبه السلاح او يعني من بعيد كده بس مجرد مسميات. لا بدانا دلوقتي نعرف تفاصيل اسماء لاعبتنا بيفوز ازاي ونتابع اللعبه بتاعتنا. لكن المهم الحقيقه ان انت تبقى مدرك قوي كجمهور ان البطل ده مش بيتصنع في يوم وفي ليله وبحاجه سهله وبحاجه بسيطه. صحيح. سنين طويله جدا اعداد وتدريبات، اسره ورا ابنها، اتحاد بيبذل كل جهد، والدوله بتوفر كل دعم ممكن عشان تخرج بطل اولمبي. صحيح. مشوار البطل الاولمبي ده مشوار صعب جدا، فمهم ان انت تبقى عارف كجمهور يعني خلاص بقينا كلنا منظومه واحده. صح. دوله وجماهير والاتحاد والفنيين والاداريين، لازم نمشي كلنا في اطار واحد. البطل الاولمبي اللي انت بتطلعه النهارده عشان ينافس في دوره اولمبيه، ده مهم جدا انه يشعر بهذا الاحتكاك العالمي الاولمبي عشان الدوره اللي بعدها يبقى عنده من الخبرات انه ازاي يحرز ميداليه في خلال دقيقتين. صح. النهايه انت مش بتتكلم هنا في فرق كبير جدا بين الكوره من لعبه كره القدم مثلا او كره اليد والرياضات الفرديه. طبعا الرياضات الفرديه انت عندك ضغط نفسي ان انت منافسه لمده 3 دقائق 4 دقائق وفي بعض الاحيان بالثواني وتحقق ميداليه او ما تحققش. صح. ده نوع من الاعداد النفسي الرياضي البدني اللي ممكن تعمله اللاعب وتاهله بجد انه يقدر ياخد ميداليه. صح. يقدر يحقق لك ميداليه ويؤكد انه ياخد ميداليه. فالحق يعني خلالك انا عايز اطلب، لا لازم نقف في ظهر لاعبتنا كلهم. طبعا. لو لاعب خسر نشجعه اكتر من اللي فاز كمان، لانه مشروع بطل في النهايه، هو وصل للمرحله دي فهو قادر جدا انه يحقق ميداليه. لا ينقصه الا الدعم الجماهيري. صح. دعم. يعني لازم نبقى كلنا كده هنا زي اولياء الامور. زي الاب اللي ورا ابنه. مفيش اب ورا ابنه هيسيبه لو خسر. هيكمل. هيكمل دعمه، هيكمل مؤازره، هيكمل يزق فيه. لازم صحيح. يبقى كلنا زي اولياء الامور بالظبط اللي انت اولياء الابطال. لازم تفضل تدعم فيه. تزق فيه، تسانده، تشجعه. حتى لو خسر ماتش، الماتش اللي جاي هيكسب. حتى لو خسر بطوله، البطوله اللي جايه هيكسب. صح. فثقافه التشجيع المستمر، المؤازره المستمره، الدعم، تفضل في ظهره، في ظهره على طول لحد ما يبقى بطل عالمي. لحد ما يحقق اللي انت بتتمناه. صحيح. فدي حاجه رساله مهمه جدا لجمهورنا. شجعه بشكل مستمر، دعمه بشكل مستمر. ابطالنا هم هناك، وانا بقول لك نبض البعثه هناك. اتفضل طبعا. لا ينقصهم سوى الدعم الجماهيري الكبير جدا عشان يحققوا. اصل هيبقى ناقصهم ايه يا فندم؟ ده كفايه ان معالي الوزير دكتور اشرف صبحي معاهم، بنلاقيه في استاد الكوره، بيروح لسلاح الشيش، بيروح رفع الاثقال، مش سايب. الحقيقه عايز اقول لك دكتور اشرف متواجد من الصبح للاخر اليوم، مش بس مع انتهاء المنافسات، بيبدا بعد انتهاء المنافسات يروح لليد، بيسافر يروح لبطاقه الكوره، بيروح للالعاب، للالعاب الفرديه، بيروح لمقر البعثه، بيروح للاعبتنا بعد ما بيخلصوا منافسات. الخاسر اللي بيخسر مباراه او ميداليه قبل اللي بيكسب دكتور اشرف بيكون قاعد معاه. ده حقيقي. يعني الحقيقه هو هنا قايم بدور معد نفسي وداعم وكل حاجه، وهو دايما هناك بيروح. وانا كلاعب يا فندم، معلش يعني لو بقطع حضرتك، انا كلاعب لما اكون نازل الملعب وبلعب رياضه ايا كانت ايه هي، حتى لو مباراه زي ما حضرتك قلت لمده 3 دقائق، ونازل ملعب وزير الشباب والرياضه بيكون بيكلمني واقف وموجود عشاني انا، ما هو لعبه بنتكلم على لعبه فرديه، فهو لاعب واحد، فوزير الشباب والرياضه وزير الدوله يكون متواجد عشاني وبيشجعني، ده دعم نفسي غير طبيعي. طبعا عايز اقول لك يعني احنا لاول مره كده كدوله يعني ان احنا يبقى عندنا الوزير اللي بيمثل الدوله مع اللعيبه لابس التريننج ونازل التدريبات وبيدخل مع اللعيب نفسه في تفاصيل خاصه، طب انت محتاج ايه؟ صحيح. طب انت في مشكله في حاجه؟ طب يبدا يخرجه نفسيا من اي ضغط نفسي عليه، بعد المباراه حتى لو خسر الميداليه بيروح له ويقول له مفيش مشكله انت مكمل، وان شاء الله البطوله اللي جايه تعمل، وبطولات العالم قدامك، والاولمبياد اللي جاي انت لسه صغير. صح. فالحقيقه ده دعم كبير جدا، وان شاء الله باذن الله يعني انا شايف كده من الرصد اللي احنا شغالين عليه ان الجمهور المصري بيدعم هو كمان وبيأذي بشكل كبير جدا الفتره الاخيره، وان شاء الله نكمل. احنا معانا لسه الاولمبياد يعني لسه ما كملناش لسه نص المنافسات. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كل الابطال اللي موجوده دلوقتي في المنافسه وفي خلال المنافسه، كره اليد، كره القدم، يعني كل الرياضات اللي موجوده، الالعاب الفرديه، ان شاء الله كلهم ياخدوا ذهب، ونرجع وزي ما قلت كده في الانترو نتفشخر بتشيرت منتخبنا الوطني، نتفشخر بلعبتنا. استاذ محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزاره الشباب والرياضه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.